يعني كان يعرف ان الرجال في احتمالاتهم ربما يتجاوزوا النظام قليلا، لكن الاخوه والاخوات هنا كنا اكثر او عدم تنظيم لن لا يعطوا فرصه للاخوه للتصوير او الكل يشاهد ما يحدث. ثانيا نحن بالخيل الاحمر نشكر الاتحاد العام للمرأة ممثلة بالأخت جهاد، نشكر الاتحاد بكل نسائه والمديرات العامات بكل اسمها ورقبها، نشكرهم على إصرارهم على إقامة هذا يوم المرأة في الخيل الأحمر، وهو دليل على أن المرأة الفلسطينية هي التي تقود البوصلة ضمن النضال الوطني الفلسطيني المشترك. ونؤكد عندما نتكلم عن المرأة نؤكد على أن المرأة الفلسطينية هي ككل نساء العالم هي تعمل هي تربي، لكن في الناحية الفلسطينية هي تتميز عن الكل لأنها هي المعتقلة، هي الأسيرة، هي الشهيدة، هي التي تربي الشهيد، هي تربي الأسير، إذا هي ليس النصف من المجتمع الفلسطيني، هي الكل الفلسطيني، هي صانعة الرجال. وما وجودها على في هذه الخال الأحمر ووجودها في الاعتقالات إلا يؤكد على أنها تفوقت في كثير من الحالات على الرجل في مسيرة النضال. وما وجود الأخت سارة بدهوك دليل على ذلك، الأخت عهد دليل على ذلك، الأخت إسراء جعابيس، كل النساء الفلسطينيات كان لها الدور الأبرز. وإذا كان هناك بطل أو فلسطيني فأمه فلسطينية مربيته فلسطينية، إذا نشكر من ربى هذا البطل، نشكر من ربى هذا الأسير، نشكر من علم هذا الدكتور حتى يعتني بالمجتمع الفلسطيني. وعندما نتكلم عن المرأة الفلسطينية نتكلم عن الكل الفلسطيني، والذي نعجز أن نصفه بكل الكلمات. ونريد أن نؤكد على أن يجب أن نكون دور المرأة الفلسطينية أكثر، لأنها هي أمي وأختي فهي تربيني، وكلمتها ربما تكون مسموعة ولها صدى أكثر من غيرها. فنريد من المرأة الفلسطينية أن تعمل على التوعية الفلسطينية، على توعية الجيل الفلسطيني لمعنى النضال والمقاومة الشعبية، لأنها هي السلاح الوحيد والسلاح الأقوى في هذه المرحلة هي المقاومة الشعبية. نحن هنا في الخان الأحمر نقاوم بأجسادنا، لا نقاوم لا ببندقية ولا بمدفعية، ومع ذلك أنا كسرنا إرادة الاحتلال. فلذلك نقول لهذه المرأة إلى الأمام، وننحني إجلالا لكل مرأة فلسطينية تربي سواء الطفل الأستاذ الأسير، ونقول لهم نريد من كل المؤسسات الفلسطينية أن يكون لها دور، ودور للمرأة وإعطاء المرأة الفلسطينية دورها، وليكون لها تواجد في الخان، لأن المرحلة القادمة والتي هي نعتبرها الحاسمة والتي ستكون هي دعاية انتخابية للأحزاب الصهيونية وهي الخان الأحمر والوضع في حلقة، نتوقع أو نكاد نجزم أننا متأكدون أنه سيكون هناك أحداث جسيمة في الخان الأحمر حتى السابع من الشهر القادم. فلذلك نريد من الكل الفلسطيني، لا أحد يستثني نفسه، لا أحد يقول لا أنا لا يهم، كل مواطن فلسطيني هو نعتبره كتيبة، وجوده بفرده أو بمؤسسته هو يسند حائط كاملا. فلذلك نقول لا نريد من أحد يقول ماذا أفعل، الكل يفعل، الكل له وجود، ونشكر الجميع. شكرا للأخ محمود أبو دهوك. نحن فلسطينيون، لا تفرقنا جغرافيا ولا تفرقنا حدود، نحن فلسطينيون في فلسطين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وفي الشتات، نحن فلسطينيون لا يفرقنا دين ولا تفرقنا عقيدة ولا تفرقنا ثقافة. أولا وأخيرا نحن فلسطينيين. أهلا وسهلا بالأخ عبد الله يوليو، وأدعوه إلى ألقاء كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الواحد الأحد، أنا سعيد جدا أن أكون حاضرا معكم هنا في الخان الأحمر، لأن هذا الخان يرمز أشياء كثير بالنسبة لي. اجتمعنا اليوم بذكرى المرأة العالمي، كل عام وأنتم بخير. أرفض من هنا التحية لجميع أبناء وبنات شعبنا، وخاصة اليوم أرفض تحيتي لبنات فلسطين في كل مكان، للبنات اللواتي في القصر، العلم الناس تدور عليه العلم، للبنات للنساء اللواتي في الوطن واللواتي في مخيمات الشتات، من هنا من الخان الأحمر. ونحن نذكر جميع
بنات فلسطين اللواتي استشهدنا في سبيل فلسطين، ونحن بعد أيام سنذكر أيضا استشهاد دلال المغربي. أليس تبقى رمزا لنا جميعا في نضالنا حتى نحقق أمانينا المنشودة؟ ومن هنا أيضا أقول للعالم، نحن لم نقطع، لم نفقد الأمل. كما اليوم أشرقت الشمس، إن شاء الله ستشرق الشمس قريبا بعد هذا الليل العربي الفلسطيني الطويل، شمس تحقيق الوحدة الميدانية وشمس تحرير الوطن. وإن شاء الله سنجتمع قريبا في القدس، قدسنا وبيدينا بإذن الله سنعيد البهاء للقدس، لأن القدس لنا والبيت لنا. عاشت وحدة الفصائل الفلسطينية جميعا، عاشت الثورة الفلسطينية، وكل عام وأنتم بألف خير. شكرا جزيلا.